عشان النقطة اللي بتهم الناس كمان في اللي جاي، البعض بيقول ما يعني حتى هنا بيقول لك انه كيف يمكن لمصر ان تأخذ هذه الخطوة وعندها عمالة مصرية داخل قطر. العمالة المصرية في قطر قد ايه يا سيد سفير من خلال معرفتك؟ وهل يمكن لقطر انها تاخد مواقف من العمالة المصرية بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية؟ كيف لمصر ان تاخذ هذه الخطوه، تقصد بها خطوه قطع العلاقات الدبلوماسيه؟ هذه اقصى درجه من درجات التصعيد الدبلوماسي، لانه سبقها خطوات اخرى وسبقها فتره زمنيه 3 سنوات تم فيها العديد من الجهود لمحاوله عدم الوصول الى هذه الخطوه. اما فيما يتعلق بتاثيرها على الاعمال المصريه، متخذ القرار عندما اقدم على هذه الخطوه وضع كل البدائل والاحتمالات أمامه، ودائما يتخذ القرار في ضوء معطيات المرحلة. طبعا وضع العمالة المصرية ومستقبلها أحد الاعتبارات التي أنا لا أشك في أنها أخذت في الاعتبار عند اتخاذ هذا القرار. العمالة طبعا المصرية وهي يعني دائما كرامة الأوطان وأمن الأوطان له ثمن، مهما كان هذا الثمن طبعاً. يعني كل مصري على استعداد أن يدفعه. يعني طبعا العمالة المصرية في قطر كانت حوالي 270 ألف في 2013. 270 ألف في 2013، ده رقم دقيق من خلال وجود حضرتك كسفير. إلى حد كبير نعم، وده استندت فيه إلى معلومات الحكومة القطرية نفسها عن طريق دخول الناس والإقامات وغير ذلك. قل العدد بعد كده ولا زاد؟ نعم، انخفض العدد نتيجة عوامل كثيرة لا تعود إلى قطر فقط، ولكن إلى الأوضاع بصفة عامة، وعودة الكثير من العاملين ليس من قطر فقط ولكن من دول خليجية أخرى. انخفض العدد إلى تقريبا من 170 ألف إلى 200 ألف تقريبا، دي وفقا للمعلومات المتاحة لدي. 170 ألف ل 200 ألف عامل مصري في قطر الآن، يعني يمثلون نوعية متميزة من العمالة المصرية، ربما تختلف قليلا عن العمالة المصرية أو عن نوعية العمالة المصرية في دول أخرى كالسعودية. متميزة إزاي؟ متميزة من حيث نوعية المصري المقيم هناك، أطباء، مهندسين، مستشارين، محاسبين، فئة أكثر تعليما، وبالتالي بتحتل أماكن متميزة، بتحظى بتقدير والحمد لله، لأنه المصريين في الخارج، ودي حاجة نعتز بيها، دايما بيبقوا حريصين على معيشتهم وعلى احترام قوانين البلد التي يقيمون فيها. وبالتالي من حيث سلوك المصريين، طبعا أنا بنتهز هذه الفرصة و أتوجه لهم جميعا بالتحية، وأعيد لأن وزارة الخارجية من المؤكد بتتواصل حاليا مع سفارتنا هناك، لأن السفارة إذا قطعت العلاقات بيبقى التمثيل القنصلي بشكل مؤقت إلى أن يفتتح مكتب لرعاية المصالح تحت علم دولة أخرى تختارها مصر. اليونان النهاردة، اليونان نعم. تم الإعلان منذ قليل على أن اليونان حتنوب عن مصر فيما يتعلق بالتمثيل الدبلوماسي، وبالتالي أنا أطمئن الجالية المصرية في الدوحة أن الخدمات القنصلية المعتادة ستقدم بشكل طبيعي لجميع المصريين في قطر. خدمات القنصلية كلها وغيرها هتقدم بشكل طبيعي ولن تتأثر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر. فيما يتعلق بالعمالة المصرية، بنتهز هذه الفرصة وطبعا بأضم صوتي إلى الأصوات الأخرى التي تطالبهم بالهدوء، وهم أيضا والحمد لله حتى الآن ملتزمين تماما، عدم التدخل في أي أمور لا تعنيهم، التركيز على أعمالهم، عدم الدخول في أي مهاترات، وعليهم بالتواصل مع القنصلية المصرية في الدوحة إذا ما تعرضوا لأي مضايقات أو غيره. طبعا في غرفة عمليات بترصد الموقف أولا بأول في وزارة الخارجية والجهات الأخرى المعنية في مصر، وبتتابع برضو تطورات الأوضاع، تطورات أوضاع العمالة المصرية هناك، وستتدخل عند الحاجة. فيما يتعلق ببقية سؤالك عن لا يعني هل هنا يمكن أن تقدم قطر على خطوة
انفعالية من هذا النوع. هي مصر عموما تتحسب يعني تضع كل الاحتمالات، وهي إذا اتخذت موقفا بهذا الشكل زي ما قلنا هي على استعداد لكل الأثمان التي يمكن أن تدفع، يعني بما فيها هذا الثمن الاقتصادي. هل يمكن لقطر، هل حصل في أزمات سابقة أن أقدمت على خطوات انفعالية بالانتقام من العمالة المصرية، ولا من خلال حسك الدبلوماسي وتجربتك مع قطر لن تفعل ذلك؟ طبعا بأؤكد أنه القيادة أو المتخذ القرار في مصر، الحكومة المصرية عندما أخذت هذا القرار وضع نصب عيونها أوضاع العمالة المصرية في الحسبان، ومستعدين لكل الاحتمالات طبعا. ده من ناحية. فيما يتعلق بقطر، فمن تجارب الماضي ومن معايشتي للأوضاع في قطر عن قرب في الفترة اللي قضيتها هناك، ومع الأوضاع الراهنة، بستبعد أن تتأثر العمالة المصرية بشكل جسيم بأي تطورات سياسية من هذا القبيل. في أزمة 1996 عندما تولى الشيخ حمد الحكم وانقلب على الأب، ووجهت اتهامات لمصر آنذاك بدعم الأب الشيخ خليفة، لم تتأثر العمالة المصرية، وفيما عدا قلة محدودة لم ترتكب أي أخطاء، ولكن كانت بتعمل في بعض المؤسسات الحساسة كالداخلية وغيرها، فرؤي أنها تكمل عقودها وتعود، ولم وأخذت كل حقوقها. واستنادا إلى معرفتي بالأخوة في قطر وبالأوضاع هناك، أنا يعني أستبعد أن تقدم قطر على خطوة تمس بشكل كبير بالعمالة المصرية، أخذا في الاعتبار أن العمالة المصرية أكثر العمالة الوافدة احتراما لقطر، وعلاقة وتحظى بتقدير كل القطريين، ولا تتدخل في الغالب طبعا، وعلى اعتبار زي ما احنا بنرفع شعار انه الشعوب لا يجب يعني ان تعاقب، يعني ربما حتى هذه الخطوات التي اتخذت هي خطوات موجهة للسلطة الحاكمة في قطر وليست موجهة للشعب القطري. نعم. طيب يعني اذا حضرتك بحسك لا تتوقع ان قطر تاخذ خطوه انفعاليه وتقول يلا نرحل العماله المصريه، او وقلت في تجارب سابقه بما فيها حتى حينما انقلب الامير الاب الشيخ حمد بن خليفه على الامير الجد الشيخ خليفه، واتهمت مصر بوضوح، يعني قطر كانت بتتهم مصر بدعم الشيخ خليفه، ما خدوش هذه الخطوه. صحيح. طيب.